وفي سبحانا وغمزمية في الكبيبانا وفي سبحانا وغمزمية في الكبيبانا سورة أسر منقية ويمية وعشر آية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسر الحمد الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا ذرية إنه كان عبدا شكورا وفدينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في مرتين ولتعلن علوا كبيرا بين جاوى الكورا وألنا عليكم عبادا لنا عباد زرير فجاتوا خلال الدية وكان وعدا قبولا ثم ارتد لكم الكرة عليهم وعددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نبيرا إن أعذنتم أعذنتم لأنفسكم ولئن أساتم فلها بيضا جاء للحاكرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا منزلا كما دخلوا أول مرة لتكبروا ما علوا تكبيرا أذى فأي الحاكم وإن عدتم قلوا وجعلنا وللكافرين عشيرا إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبصر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا بالله من ربكم ولتعلموا أهل المنزلين والحساب كل شيء فرسلنا تفضيلا وكل إنسان ألزمنا وطائره في أنفه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقى منظورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حليبا حليبا فنيدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تذر بادرة خذر أخرى وما كل معزز